الدقائق الأخيرة بواسطة البديل البنيني باسكال، وبالتالي الوداد كيخرج متقدم ومنتصر بهدف. لشاهد المتابعة لزينب الباري. الحمراء قطعت نصف الطريق نحو نهائي الأحلام لتلوح في الأفق إشارات موعد جديد مع التاريخ لجمهور مثالي كان رقما فعالا في معادلة الفوز. هدف باسكال نغان في آخر أنفاس المباراة حرر جماهير الوداد وزرع الشك في مكونات فريق إنيمبا النيجيري الذي قاوم بشراسة معتمدا على القدرات العالية للحارس بول غودوين أحد نجوم موعد حمل كل عناوين الندية. بداية المواجهة كانت لصالح الوداد الذي ناور من كل الجهات بحثا عن هدف. الدقيقة 15 ضربة ركنية من رجل عبد الرحمن المساسي وتسديدة أيوب سكوما الذي حاول استغلال الخروج الخاطئ للحارس بول غودوين، لكن الأخير أنقذ الموقف. دقيقتان بعد ذلك سيلغي الحكم هدف فابغيس بدعوى خطأ. أول محاولة حقيقية لفريق إنيمبا جاءت من رجل أونوجا من تسديدة خارج منطقة العمليات لم تشكل أي خطورة على مرمى نادر المياغري. الوداد كان قريبا من افتتاح حصة التسجيل في أكثر من مناسبة، هنا تسديدة أحمد أجدو لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى بول غودوين. السيناريو نفسه شهده الشوط الثاني إذ واصل الوداد مده الهجومي بحثا عن هدف. هنا رأسية أيوب الخالقي لكن تسديدته لم تكن بالخطورة المطلوبة. كان على عشاق الحمراء انتظار الدقيقة 89 البديل باسكال يتمكن من فك رموز إنيمبا برأسية بديعة بعد ضربة خطأ نفذها ياسين الكحل لتهتز المدرجات وتنطلق الأفراح. حقيقة أني سجلت هدفا لكن ذلك لم يأتي هكذا، الفوز لم يكن سهلا، لقد ضغطنا كثيرا وخلقنا فرصا عديدة ولم ننزل الأيدي، والمهم أننا لم نتلقى هدفا وظلت شباكنا نظيفة. لم أكن نجم المباراة الوحيد، نحن نلعب كفريق متكامل، صحيح أننا هزمنا لكننا قدمنا عرضا جيدا وأظن أن الحسم سيكون في مباراة الإياب. فريق الوداد تعذب كثيرا قبل أن ينتزع فوزا صغيرا بدلالات كبيرة في انتظار إياب عاصف أمام خصم يستمد قوته من جمهوره وقواعده. تقبله يعني